السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ معكم أخوكم بسام. اليوم إن شاء الله تعالى راح نكمل تختيم دارك سولز 3 الحلقة الثانية. في الحلقة اللي فاتت بدأنا منطقة التدريب وهزمنا أول زعيم لو زعيم التدريب، واستكشفنا كل المنطقة وعانيت من الإكس والدائرة، ووصلنا هنا عند بداية دخلتنا لمنطقة الفاير لينك شراين. هذه المنطقة هي المنطقة الآمنة في اللعبة، بدك تطور اسلحتك من هنا، بدك تلفل من هنا وكل شيء. اول شيء نظره كذا سريعه على المكان. تذكرون في الحلقه الاولى يعني ذكرت لكم انه اللي اللوردز اللي كانوا جالسين على العرش تركوا المكان حقهم. هذا هو العرش حقهم يا شباب، في 5 كراسي. طبعا كراسي تشبه الكراسي اللي في دارك سولز 2 التختيمه، يعني يعني بالعامي دول اللي ختموا دارك سولز 2 هم دول العروش حقتهم. 5 منهم مسكوا العرش، اوكي. في دارك سولز 1 ربطوا النار، دارك سولز 2 حموا النار بانهم ينتبهوا له زي كذا، وكانوا جالسين على الثرون حقهم على العرش. ففي 4 منهم شردوا وفي 1 موجود، فلازم نجيب دول الاربعة. هذه مهمتنا دارك سولز 3، نجيب الاربعة. ف اول ما نوصل هذه شخصية الفاير كيبر. Welcome to the bonfire, unkindled one. I am a fire keeper. I tend to the flame and tend to thee. The lords have left their thrones and must be delivered to them. To this end, I am at thy side. اوكي، تقول لي انه برضو اكدت انه اللورز تركوا الثرون وانه هي بتكون بجانبي، فمدينا احنا نلفل عندها او مدينا نكلمها. Ashen one, to be unkindled is to be a vessel for souls. Sovereignless souls will become thy strength. I will show thee how. Ashen one, bring me souls plucked from their vessels. قاعد تقول لي قوتك كلها تكمن في السولز، فجيب لي سولز وراح اوريك القوه كيف تاخذها. عشان تكرر I will show thee Ashen. اوكي، مدينا اللفل عندها. Very well. Then touch take nourishment from these sovereignless souls. مدينا اللفل عندها، لكن خلي التلفيل شويه، خلينا نكمل استكشاف المكان. هنا هذا الفولن نايت. another one roused from the sleep of death. Well, you're not alone. We unkindled are worthless. Can't even die right. Gives me conniptions. And they'd have us seek the lords of Cinder and return them to their moulding thrones. But we are talking true legends with the metal to link the fire. We're not fit to lick their boots. اوكي، يقول لنا انه برضو اكد لنا انه اللورز كلهم تركوا الثرون حقتهم، والاسطورة تقول انه في واحد لازم يجي وبيربط النيران، وما احنا يعني Don't you think ما احنا بنفس المستوى حق الاسطورة هذا. What a sick joke. Asking us to seek the lords of Cinder and return them to their moulding thrones. We're talking true legends. عطانا تحية الشاب الظريف هذا كولابس. هنا هذه البياعة، هذه اللي تذكرونها موجودة من دارك سولز 2، هذاك الحداد موجود من دارك سولز 1. فخلونا نكلم هذه. A pleasure to make thine acquaintance, Ashen One. I am but a humble handmaid of the shrine. Weapons, armor, trinkets, and spells. I've lots of little things to ease the burden of a weary traveler. And yes, I'm undead too, but not so charitable as to give my goods away. Ashen One, fetch souls and bring them to me. As is thy want, no?
اوكي تقول لي انه اسمه شراين هاينميد يعني خدامه اتوقع او شيء زي كذا. فهي وظيفتها قاعد تقول لنا انه جيب لي سولز وراح اعطيك اللي تبغى، اسلحه، ايتمات، بيلز، ايش ما تبغى، انا هنا لخدمتك يعني بتخدمك هذه. فيمدينا نشتري من عندها ايتمات من اول اللعبه، يمدينا مثلا نشتري هيل ايت، يمدينا نرجع الاتش بي، يمدينا نشتري من عندها امبر، هذا ايتم بيصلح الجير، هذا ايتم بيشيل السموم، الفاير بوم، البريزم ستون، هذه علامات تحطها في الارض عشان ما تضيع الطريق، الهومورد بون علامة الاستدعاء البيضة، هذه اذا حطيتها يمديني اروح اساعد ناس في الاونلاين، الدرايد فينجر هذه لما استخدمها بخلي نفسي معرض للغزو، وفي مفتاح تبيعه ب20,000 ويمدينا اشتري من عندها اسحار سول ارو وفارن دارت وهيل. طبعا مثلا هذه السول ارو تتطلب 10 انتليجنت، انا ما عندي 10 انتليجنت، انا عندي 8 انتليجنت، راح نعلي احنا انتليجنت ان شاء الله لسبب وبعدين راح نعدل تلفيلنا. وتبع لنا سيوف الداغرز هذول اللي عليهم اكس ما يمديني اشيلهم لانه ما عندي الدكس، الدكستريتي انا عندي 9 مثلا، هذا الهيلبرت يتطلب 12. تبيع شيلد وتبيع شويه ملابس، تبيع اسهم، فيا ما تقصر ندير نشتري من عندها. فانا ما راح اشتري صراحه الحين، عشان وان خلينا نروح نكلم الحداد. هذا الحداد يمدينا نطور من عنده. Well, Andre, a newcomer, I see. I am Andre. I serve at this shrine as a humble smith forging weapons. You're in search of the Lords of Cinder, I trust. A toilsome journey, I wager. You'll require good arms. Let me smith your weapons. I am a smith. Such is my purpose. اوكي اندري برضه يقول لي انا خادم هنا في الشراين، بلاك سميث، اساعدك اني اسوي لك اسلحه. طبعا اندري اول خيار يمدينا نطور عنده الاسلحه، الخيار الثاني يمدينا ندمج السلاح بقوه ثانيه، الخيار الثالث يمدينا نصلح الاسلحه. انا صراحه ختمت اللعبه كثير ولا عمري صلحت الاسلحه لانها تتصلح من عند البوم فاير اذا ريحت. هذه يمديني اختار يعني لما قلت لكم في الحلقه الاولى في الاستس فلاسك وفي المويه الزرقاء نسيت اسمها. فيمديني مثلا يا اني اخليها كلها مويه زرقاء او على كيف يعني مثلا اقسمها زي ما ابغى. فشخصيتي انا ما راح احتاج المويه الزرقاء ابدا فبخليها كلها استس فلاسك. اذا انت مثلا شخصيتك ساحر قسمها عشان ما ينقص عندك المانا، لما ينقص يمديك تعبي الخط الازرق بالمانا هذه. فأنا راح أخليها كلها استس فلاسك بدون مانا وعادي يمدينا في وقت أجي أرجع بعدلها. هنا يمدينا نقوي الاستس فلاسك، لازم بس أجيب له شارت، شارت إن شاء الله راح نلاقيها قدام. Weapons and protection are sturdy enough by and large, but when overused they'll eventually break. When their durability is low repair becomes a necessity. Use a powder or simply rest at a bonfire. But should chance impel them break, bring them me. I'll hammer them back into shape. They take no pleasure in breaking, I assure ye. So handle them with care, if you would. Okay, علمني أنه إذا بسوي ريبير يمدينا أستخدم الباودر، ريبير باودر اللي تبيعه الشراين هاند ميد، أو أني أريح عند البونفاير أو أني أجي. وقال لي إذا لقيت حجار جيبها لي أنا راح أهتم لك فيها. There are two ways to smith weapons. Simple reinforcement is one and infusion the other. Reinforcement is straightforward. It strengthens a weapon without altering its property. Infusion is a more advanced form of smithing that infuses an element. Reinforcement requires titanite and infusion requires gems. Bring the stones and I'll do the smithing. It's my purpose after all. In battle, your weapons are your only friends. Forge them well and they won't let you down.
أعطاني جستر راح قال لي أنه في طريقتين لتطوير الأسلحة. في الطريقة الأولى أنك تقوي السلاح بالطريقة العادية ويتطلب منك تايتن، وفي الطريقة الثانية أنك تدمج السلاح بقوة أخرى. وعشان تدمج السلاح لازم تجيب جيمز عشان تدمج السلاح بقوة. فهو قال لي جيبهم وأنا أهتم لك فيهم، الأسلحة هي أفضل أصدقائك في المعركة، فلازم تقويهم بطريقة عشان يعني تخدمك. another matter. Infusing weapons with gems requires a special kind of coal. My humble coals won't be any use infusing more unusual gems. I know, it's an awful shame, but it's all I have. Oh, please don't give me that look. Believe it or not, I'm quite thin-skinned. اوكي قال لي عشان تدمج السلاح لازم تجيب الجيم، بس عشان تفك التطويرة حقت انك تدمج السلاح لازم تجيب ايش قال اسمها كول، لازم تجيب الكول اللي هي تسمح له. يعني الان لما اروح الانفيوز ما في شيء، ما في الا كم تطويرة، يعني ما في الا تطويرة العادية اللي اخلي السلاح يعتمد على السترينغ وبس، لكن هي كثيرة فلازم اجيب له ايتم عشان يفتح لي تطويرات ثانية، أني أدمج أروح بطريقة ثانية. فحاليا اللي موجود ثلاثة تطويرات مختلفة يمديني أدمج السلاح. أخلي مثلا الكتانة يعتمد على السترينغث، أقدر أخلي الكتانة يعتمد بس على القوة الأساسية حقته. يمديني أخلي الكتانة مثلا نار، بس طبعا زي ما شايفين يتطلب مني جيم، فعشان أخليه نار لازم أجيب الفاير جيم عشان أخليه يقوى السلاح، خليه روجم بس راح يروح منه البونس الإضافات. الريفاين جيم يخلي السلاح يعتمد على السترينغث، فولا واحدة منهم حاليا ما راح نحتاج ولا واحدة. نقول له شكرا. Oh by the way, if you find any Estus shards bring them here. They can be used to reinforce either of your Estus flasks. Without those flasks, you'd want for life or focus. And they'll always stay with you. Why not treat them well? Okay, قال لي إذا لقيت استس شارت جيبها لي عشان تزود عدد الاستس فلاسك. Okay, weapons, but when you... Okay, ذول هم الموجودين حاليا في المنطقة. أندري، بلاكسميث، شراين هاند ميد، خادمة المنطقة هذه. والفاير كيبر والفولن نايت. بقي واحد فوق اللي جالس على الكرسي، واحد من اللوردز ما مشي من مكانه، هو الوحيد اللي بقي، فخلونا نكلمه. All that unkindled and a seeker of lords. I am Lutlith of Corland. Look not in bewilderment as I say. I linked the fire long ago, becoming the Lord of Cinder. If substantiation be thy want, set thine eyes upon my charred corpse. This sad cadaver, no need to be coy. Have a closer look. Okay, قال لي انه اسمه لودلف، وقال لي انه زمان زمان ربط النيران وكان لورد اوف سندر. ف خلينا Knowest thou of our purpose. Five thrones will take five lords as kindling for the linking of the fire. The fast fading flame must be licked to preserve this world. A reenactment of the first linking of the fire. So it is I became a lord of Cinder. I may be but small, but I will die a colossus. Okay, يقول انه عشان تربط النيران في خمسة ثرونز لازم تجيبهم، ويقول انه هو واحد منهم، ويقول انا ممكن اكون صغير الحجم لكن موتتي راح تكون موتة يعني اسطورية. عجيب
فلازم نربط النيران يعني يوضحون ليها اكثر من مره. لازم نجيب اللورد والثرون حقهم وندمج النيران لانه النار الاساسيه الاولى قاعده تطفي فلازم نلحق. قام يكرر اوكي. الان تذكرون لما هزمنا زعيم التدريب في ايتم جانا هذا هو الكويل سورد. هذا مكتوب انه اجيبه هنا في الفاير لينك شراين عشان اشغل البون فاير وورب عشان اقدر اسوي التليبورت ما بين الاماكن. يقول ما يمدي استخدمه كسلاح. يسمح اني اتنقل بين البون فايرز. فيا فالحين نسوي بون فاير هنا. هنا مدينا نريح. اوبا طبعا اول ما نريح مدينا في ناس كثيرة يعني وصلت هنا وما يعرف انت تروح وين المكان اللي جاي. لازم تيجي ترافل وتروح لذا المكان. هذه هي المنطقة الاولى في اللعبة الهاي وول اوف لوثريك. فاحنا ما بنروح لها الحين لسه ما خلصنا. هنا يمدينا نعدل الاسحار حقتنا بس انا ما عندي اتونمنت عالي. يمدينا هنا نتحكم في الصندوق ستوريج احط الاغراض اللي ابغاها. ويمديني مثلا اقوي الاستس فلاسك حقتي او العلاج. حاليا هذه اسمها الاشن استس فلاسك ما راح احتاجها انا. نرتب شنطتنا شوية. وضعنا كذا ممتاز. اوكي خلينا نكمل استكشاف المنطقة هذه. احنا جينا من هنا في برضو من هنا طريق يا شباب. هذه شجرة نفس الشجرة اللي في دارك سولز 1 دارك سولز 2 سيد اوف جاينت تعطيك بذرة بين فترة وفترة. هذه سولز يمدينا نستخدمها تعطينا سولز. هذا الباب مقفل لكن يمدينا نفتحه بالمفتاح اللي لقيناه من عند البياعة اللي سعره 20,000. وايف كل المنطقة كذا فوق وفيها كم ايتم يمدينا ناخذه. وهنا في حيلة كذا بسيطة يمديكم تسوونها. يمدينا ناخذ كم ايتم من اول اللعبة ممكن يخدمنا. فطريقة اننا نجري بعدين بتنط على هذا المكان. يمدينا نسوي ذي الحركة او نجيب المفتاح ب20,000 ونستكشف ذاك المكان فوق وبالمرة ناخذ ذا الايتم وكم ايتم ثاني. خلونا نحاول زي كذا. حركتها هي شوية بس يمديك تسويها. اوكي زبطناها. ياي دقيقة لازم السعي. والله معاني معاني معاني. الاكس الدائرة زبطناها. طبعا المفتاح يفك لنا الطريق اللي فوق ذا الجسر. النطة ذي اللي سويتها ما راح يعني ما راح يمدينا اوصل ذاك المكان. هناك في كم ايتم وفي كم حاجة لكن انا سويت النطة ذي يمدينا ناخذ ذا الايتم في كم ايتم ثاني يمدينا نستفيد منه. هذا هوم وورد. ويمدينا نجلد المكان. هناك في ايتم في جدار مخفي وفي خاتم. فكويسة في اول اللعبة اذا قدرت تسووها سووها ما بتضر ولا حاجة. بتسهل عليك اللعبة في البداية صراحة. فنجي هنا لو تذكرون دارك سولز 1 دارك سولز 2 ايوه حتى دارك سولز 2 ديمون سولز البنت الغراب كانت موجودة فحتى هنا موجودة. فطريقة البنت الغراب تعطيها ايتمات تعطيك ايتمات بكل بساطة. فهذا الايتم هذا هو الاستس شارت. الحين اقدر اعطيه للحداد
ويديني اسس فلاسك زيادة يصير اقدر اشيل 5 بدل 4. ونيجي من هنا نضرب ذا جدار مخفي. ونلاقي هنا خاتم. لقينا الايتم هذا. هذا الايتم خاتم حلو تاخذه من اول اللعبة. بيزود لك كم السورز اللي تقدر تاخذها. يعني بدل ما تاخذ 10 على سبيل المثال تصير تاخذ 15. فحلو حلو انك تاخذ الخاتم وتسوي ذي الحركة انك تنقز من فوق الشجرة عشان ذا الخاتم عشان الشارط. حلو تاخذه من اول اللعبة. بيفيدك كثير كثير. فا يا فهذا هو فائدة المكان. والنطة ذي اللي سويناها كله عشان الايتمين دولة بيزبطك في اول اللعبة. في ناس كانت تسألني ابا ابدا بداية قوية زي كذا. هذه اول خطوة من خطوات كيف تبدأ بداية قوية. الحين احنا اخذنا الشارد مظبوط. نديله الشارد. والحين يمدينا نشيل 5 شارد. 5 حبات شارد. ايش رايك 5 حبات اسس فلاسك. شوف الحين زادت صارت 5. حلوين. وفوق ذا كله صرنا لابسين الخاتم اللي بيعطينا سولز اكثر. الحين بنستخدم السولز دي اللي اخذناهم طبعا. اوكي نشرح انه في بعض الناس متابعينا ممكن جدد. فهذه ارواح يمدينا افجرها واستخدمها عشان يعطيني فلوس اكثر. عملة اللعبة اسمها سولز فوق على اليمين. انا عندي 9550. فيمديني يعني استخدمها حبة حبة. او اني مثلا الخيار الثاني استخدمها كلها دفعة واحدة. او يمديك مثلا تطيحها في الارض عشان غيرك ياخذها. او انك تحذفها خير شر تحذفها. فاحنا ما نبي نحذفها صراحة نبي نستخدمها كاملة. بالمرة بما اننا جينا جنب الايتم هذا الايتم اذا مثلا واحد استدعاني ورحت اساعده وما عجبني اللعبة عنده ابرجع عالمي تستخدم ذا الايتم يرجعك عالمك. مثلا استدعيت واحد وما عجبك لعبه جبت واحد يبي يساعدك بس ما عجبك لعبه ماشي مو حلو ما يعرف يلعبه هذا تبي ترجع عالمه تستخدم ذا الايتم وتختار اسمه وترده عالمه تطرده. هذا الايتم يرجعك عند اخر بونفاير ارتحت فيها بس تخسر كل فلوسك. عكس هذه لا ترجعك عند البونفاير بس ما تخسر ولا شيء. فلا اوكي الحين صار معنا 10850. الحين راح نلفل Ash produce the coils. The mark of Ash will guide thee to the land of the lords. الحين قالت لي انه انت حطيت السيف ويمديك تتنقل وحاول انك تدور على اللورد عشان تقول لوثريك هو بيتهم. Ashen one. Our Ashen. Very well. يا زين وضحت لي انك لما حطيت السيف انه دحين العالم انفض فيمديك تتنقل بين العوالم وتروح اماكن ثانية. اوكي هنا يجي الشيء الحلو التلفيل. يمدينا تقريبا نلفل 9 ليفلات. 9 ليفلات. راح ألفل الانتليجنت 2. حزود 2 لسبب قدام في اللعبة راح أوضح لكم إياه. راح نحتاج أن تكون 10 لأنه قدام راح نلاقي معلم السحر. ومعلم السحر ما يمديك تجيبه إلا إذا كان عندك انتليجنت 10. راح أخلي هذه 10 من الحين عشان أنساها بعدين أعدل في تلفيلي زي ما أبغى. طبعا عندنا الفيجور هو اللي بيزودنا الاتش بي. يزودنا الاتش بي حقي اللي هو الخط الدم. الاتنمنت بيزود لي كم أقدر أشيل ضربات سحر. الاندورنس يعبي الخط الأخضر. الفيتاليتي قديش أقدر أشيل. السترينث القوة. الديكس يقوي الديكس. الانتليجنت يتحكم في السحر. وإذا كان عندك انتليجنت عالي يمديك تسوي ضربات سحر. الفيت إذا كان عندك الفيت عالي يمديك تسوي ضربات ميركل. اللك الحظ كل ما زاد يزيد عندك الايتم ديسكفري. حاليا ايش نبغى نسوي؟
أهم ستاتس عندي صراحة هم أنا راح ألفل الفيجور الاندورنس الفيتاليتي الاسترينث الديكس، هذول هم راح أسوي بيلد كواليتي بحيث أني أقدر أشيل أغلب السيوف في اللعبة. نقدر نسوي كده، راح أخلي دولة 16 وراح أزود الانتليجنت حبتين أخليه 10 عشان ما نضيع معلم السحر، عشان ودي أوريكم كل شيء في التختيمة، كل حاجة ودي أوريكم إياها. معلم السحر لسه قدام، يعني في حلقات قدام راح تشوفونه، فذا السبب أني من دحين بزبطها. أوكي نخلي الباقي زي ما هو. أنا علقت الديكس بالعانية. علقت الديكس عشان أقدر أشيل الكتانة. الكتانة يتطلب 16 ديكس، بس دحين لو تلاحظون الوزن حقي صار 72%. لما يكون فوق 70 الدحرجة حقتي تصير ثقيلة، مرة ثقيلة. إذا تحت 70 تصير دحرجة وسط، إذا تحت 30% تصير دحرجة مرة 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 سريعة. فاحنا الحين نبى ننقصها شيء بسيط. ممكن اغير الشيلد. اوكي لو اغير ذا الشيلد بيصير 69. الحين بدينا ندحرج دحرجة سريعة. يصير عندي سيفين، الكتانة، وهذا. اوكي فتقريبا يا سوينا كل شيء الحين في هذه المنطقة. فبإذن الله راح نوقف هنا يا شباب. في الحلقة الجاية راح نبدأ اللعبة في منطقة الهاي وول اوف لوثريك، ونستكشف ذاك المكان ونشوف كل حاجة هناك. فشكرا على المشاهدة يا شباب، ونشوفكم ان شاء الله تعالى في الحلقة الجاية من تختيم دارك سورس 3. كان معكم اخوكم بسام، وفمان الله.